يعني انت الحكومة ما تقدرين تحمين الشعب؟ هو الصوت مو من عندهم، مو من هاي الانذال، صوت من الشعب يروح ينتخبهم. بس اقول لهم هاي قصيدة على الانتخابات الجاية، يقول بعد ما نقص ايدي وانتخب صعلوك ولا حط ايدي بيد الفرهدة وبيه، صار كم سنة واحنا على نفس الحال، مالات الشعب عند الحرامية، كذاب اللي يقول الساسة عندهم دين، او كذاب اللي يقول الدولة شيعية، ما دام اليتيم على الرصيف ينام وبيوت الارامل بابقونية. الله لا يعطيكم العافية والله لا يوفقكم يا عملاء، يا عملاء يا خونة اللي دمرتوا البلد، اللي قتلتوا شبابه، اللي يتمتوا اطفاله، اللي رملتوا نساءه. الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم.